أعوذ بأسمائك الواسعات لأغرف من حوضهن الصافي. فيا قلب هذا طريق النجاة، تمسك به واعتصم واكتفي. فهيا إلي تعرف علي، تعرف علي. طول عمري منبهر بعقلية السعداء، طريقة تفكيرهم، شلون عايشين تفاصيل حياتهم، المهارات اللي عندهم. في هذا الموسم راح نتعرف على الله بأسمائه وصفاته، ونعلم بأن القوي هو الذي يعطينا الهدوء عند الأزمات، وأن الرحيم هو الذي يرحمنا، واللطيف هو الذي يلطف بحالنا، والفتاح هو الذي يفتح لنا الفرص. فالحياة مع الله، مع أسمائه وصفاته، هي السعة. فلنتعرف عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في ناس تصدمك ردة فعلهم، يكون مصيبة نازلة، بلاء قوي، وتخيل أن الحين هذول الناس راح يزر عقلهم من الموقف اللي صار، ولكن يصدمك ثباتهم، قوتهم، هدوءهم، وكلمة واحدة يقولونها: أنا بدعي الله سبحانه وتعالى وربي ما راح يضيعني، أنا بدعي الله سبحانه وتعالى وربي راح ييسرها، أنا بدعي الله سبحانه وتعالى، بدعي بدعي. شنو هذه الثقة بالدعاء؟ معرفة الله سبحانه وتعالى تعطيني هذه الثقة القوية اللي ما تنهز، لأن الواحد يعرف بأن لا رب قادر، حكيم، مقتدر، كريم، يعطيك، رزاق، يسر أمرك. وفوق هذا كله، شفت هذا الدعاء اللي قاعد تقوله؟ يسمعه ويستجيب. فرب مجيب يستجيب الدعاء، رب مجيب يسمعك عندما تدعو فلا يردك. وهذا الدعاء اللي الواحد يدعيه هو شنو؟ ترى هو تعبير طبيعي عن إحساس داخل الإنسان قاعد يعبر عن حاجته للدعم، للقوة. وترى الدعاء موجود في كل الديانات، ها؟ كل ديانة، حتى مو بس ديانات، في ناس اللي ما لهم ديانة إذا صارت لهم المشكلة، أوه قاد، من وين طلع القاد؟ وينكم قبل؟ بس الدعاء يطلع في هذه الحالات، وأحنا المسلمين أكثر الناس تمسكاً وثقة بالدعاء، لأن نعرف ربنا. والجميل بهذا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يطمنك ويقول: إن ربي قريب مجيب. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك: أنا قريب منك، أسمع دعائك فأستجيب لك. وترى الإجابة تحسس الإنسان بالقرب، يعني لما الله يستجيب لك تحس أنه الله سمعني، الله يدري بحالي، الله يعرف. ولا وخاصة إذا كانت أمور خاصة، أمور صعبة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وتأتيك الاستجابة، كن يا رب قريب مجيب سبحانه. تدرون أن في دراسات تسوت عن أثر الدعاء على الناس وعلى حياتهم؟ وطبعا الدعاء هني، الدراسات اللي سوتها اللي هي عامة البرايرز، أن نفس ما قلت لكم أنه موجود في كل الأديان، فيبون يشوفون الناس اللي يدعون شنو وضعهم، اللي يحسون، اللي يعبرون عن مشاعرهم لرب، شنو وضعهم. واحد، اللي يدعون أقل عرضة للإصابة بالقلق، لا ما يقلق، ليش يقلق؟ مو عنده رب يدعو فيستجيب له، ما يحتاج يقلق. اثنين، سووا دراسة على نساء يعني عندهم إصابة بالاكتئاب، فكانوا يعطونهم أدوية وعلاجات وكل شيء، زين، اكتئاب مرضي كان، بس قالوا نبيكم تمارسون يعني علاج زيادة تكميلي، دعاء، يعني خلى يصير جزء من يومكم أنكم تدعون ربكم كل يوم، نبي نشوف هذا الدعاء
شنو أثره على الاكتئاب اللي عندكم؟ لقوا إن الأعراض الاكتئاب عندهم قلت من هذا الدعاء. ثلاثة، في دراسة تسوت على طلبة في كاليفورنيا، 2000 طالب، قالوا بيشوفون الطلبة اللي الدعاء يعتبر جزء روتيني من حياتهم شنو هذا أثر عليهم؟ لقوا بعد ما سووا لهم استبيان الرضا عن الحياة وجودة الحياة، لقوا إنهم ناس أكثر رضا عن حياتهم. بعد ما سمعنا هذه الدراسات وأثر الدعاء على الإنسان، نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لنا، شنو لازم يكون احنا حالنا مع الدعاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني أنت الحين لما تدعي ربك شوف، يعني أنت ناجح، أنت رابح، التجارة مع الله رابحة. أنت لما تدعي ما راح تطلع إلا بالخير، لأن عندك 3 أشياء، مو إلا تشوف الإجابة قدامك عياناً. دعيت بالمنصب إلا يجيلك هالمنصب، دعيت بهالفلس يجيك هالفلس. لا، الرسول يسلم يقول لك 3 أشياء: يا أنه يعطيك إياها نفس ما هي، يا أنه يخش لك إياها بالآخرة، ووايد مهم من الله يخش لنا بالآخرة، أو أنه يصرف عنك السوء مثل ما أنت دعيت الله سبحانه وتعالى يدفع عنك السوء. تدرون شنو كانت ردة فعل الصحابة؟ فقالوا: يا رسول الله، إذن نكثر. يعني شنو نكثر؟ يعني إذن نكثر من الدعاء لأن إحنا ربحانين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. يعني إن الله سبحانه وتعالى أكرم، رح يعطيكم ويزيدكم، بس أنتوا جابلوا الدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول لنا كذلك في القرآن: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. يعني احنا في كل حال لازم نكون متضرعين، يعني متذللين لله سبحانه وتعالى، ندعوه بخشوع. يعني قلبي لازم يحضر وانا ادعي. ادعوا وانتم موقنون بالإجابة، صدق بالدعاء وخفية. يعني لا تجهر بالدعاء: يا الله. لا لا، الله سبحانه وتعالى قريب. ويقول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك المضطر، الله سبحانه وتعالى ما يخلي إذا دعا، فقط خلي يدعي أي مضطر في الكون، يدعي الله سبحانه وتعالى يجيب الله سبحانه وتعالى ويكشف عنه السوء ويجعله خلفاء في الأرض أإله مع الله. أعندك إله آخر تدعوه فيستجيب لك؟ قليلا ما تذكرون. تذكروا بأن لكم رب مجيب.
تدرون شنو الجميل بالدعاء؟ أن يطخخ هذا المخ. الواحد لما يكون عنده مصيبة أو مشكلة، شنو يصير بمخه؟ شنو الحل؟ وين أروح؟ أكلم فلان؟ أقول لا، ولا أقول حق عمي، ولا أقول حق هذا؟ أفكار تأخذ وترد ويتحاذى في يمين ويسار. لحظة، هدوء. في عندك رب ما راح يضيعك. ادعو الله. أنت تبذل الأسباب، ولكن تبذل الأسباب بعز، تبذل الأسباب بدون تذلل للبشر، لأن حاجتك عند رب البشر. والله في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخليك ترى الدعاء بصورة مختلفة تماماً. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين. الله، يعني الله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد هذه اليد التي ارتفعت لربها. فالتجارة مع الله سبحانه وتعالى دائماً رابحة. لازم نعرف بأن الله سبحانه وتعالى المجيب يعرف حاجتك قبل أن تسأله. عشان كذي عمر بن الخطاب قال: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. يعني هو ما يحاتي الله سبحانه وتعالى يستجيب له، لا، هو يفكر بس أني أنا أدعي. والله إش كثر تمر علينا أيام ما ندعي، وترى إحنا بأيام فضيلة الدعاء فيها مستجاب، وإحنا قراب من الله سبحانه وتعالى. فكثروا من الدعاء. إذا الله ألهمك الدعاء فاعرف إن معه الإجابة. إنزين، إحنا الحين نبي خطوات عملية مع الدعاء. أبي أدعي. شلون؟ واحد، أتخير أوقات استجابة الدعوات. طبعاً الدعاء في كل حزة، ولكن أدعي الله سبحانه وتعالى بين الأذان والإقامة. أحنا الحين يا الله من فضلك برمضان، للصائم عند فطره دعوة مستجابة، فأحنا نركز على والسجود أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. فأنت كثر من هذه الأماكن. اثنين، الله سبحانه وتعالى يحبك لما تدعوه أولاً أن تثني عليه. شنو يعني؟ يعني تضع من الأسماء ما شاء الله سبحانه وتعالى: يا الله، يا أحد، يا صمد، يا فرد، يا كريم، يا مجيب. تثني على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ثم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تضع مطلوبك إنه يا الله. وكثر من طلبات الآخرة. إحنا بعض مرات ننسى، ركز دنيا دنيا دنيا، الآخرة أهم. وادعي دائماً، إذا دعيت للدنيا معها الآخرة، درجات العلا في الدنيا والآخرة، كل شيء، لأنه والله وايد مهم الآخرة. بعدين تختم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون بهذا الدعاء قد اتبعت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء. نأتي إلى هذه القصة العجيبة. موظف في الدوام اللي شاركه معاه الغرفة موظف ثاني زميلة، ولكن هذا الزميل صعب شوية ومو ذاك الزود التزام بالدوام ويغلط ويزرق. المشكلة أنهم محسوبين على نفس القسم، وأنهم نفس الغرفة، فيعطونهم مشروع واحد. فدائماً كل ما يتسلم مشروع لازم هذا الموظف الزين شغله مرتب كل شيء، الثاني مش حالك، ما يكون كاتب، مو مسوي، ناقل. المشكلة صارت وين؟ لما هذا المشروع اللي طلع المفروض من هالموظفين وراح حق المدير، وهذا كان مهم الموضوع، يعني المدير كان عارضة على شركة خارجية وكذي. لما الشركة تراجع تقول: لحظة، شنو هذا؟ ليش كذي هني مكتوب؟ انتو صج عندكم كذي؟ انتو ففتش المدير، قال: شنو هذا؟ شو الكلام؟ قام ونادى هالموظف الزين، قال: انت فشلتني، ليش تكتب كذي؟ ما تدري انها شركه كبيره، ضحكوا علينا، خليتنا مهزله بين الناس، ويروح. قال له: والله مو انا كاتب هذا الكلام، انا هذا الجزء اللي مسوي الجزء الثاني، والله فلان. لا تقعد تعذر وتقط الخطا على غيرك. اقول لك ما انظلم، ماكو فايده. كان يقول له: اقول لك شيء،
المدير يكلم الموظف، أنت باشر نقل، بنقلك من هذا القسم وبحرص أن أوديك قسم تتجمد فيه، ما يكون عندك شغل ولا شيء، لا ترقيات لا شيء. طبعاً طلع هالريال شعور الظلم مؤلم، يقول والله ما في شيء في بالي إلا هالكلمتين، يا رب إني مغلوب فانتصر. تعرفون هذه وين؟ هذه دعاء سيدنا نوح اللي قال إني مغلوب فانتصر، فش صار؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فيعني مباشرة دعاء ويت الاستجابة والفتح. فيقول لازمت هذا الدعاء أيام وليالي، مغلوب فانتصر. لما الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام، يعني طبعاً هو ما صار شيء كذي في فجأة سيدة، ولكن بعد أيام وأشهر حتى إيه للخبر إن شفت مديرك اللي كان مقرر إنه هو يعني ينقلك إلى قسم ثاني أحاله للتقاعد، والحين القرار اللي هو سواه خلاص يعني ما مو قائم، فأنت تقدر ترجع القسم وكل هذه الأشياء. يعني شلون الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء العباد؟ فإحنا ندعو ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. Yeah.